أخبار اليوم. حد عودة للسؤال المهم في الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مصر وبعض الدول الأجنبية زي اتفاقيات تجمع دول السياحة، اتفاقات الكوميسا، اتفاقات أغادير، اتفاقات تجارة حرة، شراكة أوروبية. كل هذه الاتفاقيات حضرتك المفروض احنا أنا اعتقادي المفروض نستغلها في تصنيع سيارة مصرية، نبدأ نصدر الأسواق دي والاتفاقيات تبقى نستغلها، يبقى عندنا عربية مصرية بنبيعها للأسواق دي كلها. ايه مشكلة ان احنا مش عارفين نصنع سيارة لغاية دلوقتي؟ كان في زمان في الخمسينات كان في رمسيس، شركة رمسيس او النصر للسيارات، طيب وقفت ليه ما نستغلش القصة دي ونعمل زي ريسايكل على تدوير المصانع دي وتشغل ويبقى في عندنا صناعة خام صناعة السيارات مش تجميع فقط؟ ايه المشكلة شايفها حضرتك؟ احنا عندنا قصور في استيراد التكنولوجيا، بمعنى التكنولوجيا بره سبقانا بكتير قوي، فاحنا مش قادرين نجري ونواكب التكنولوجيا اللي بتحصل بره. احنا لازم برضه الدوله مش بس تستورد مكونات، تستورد تكنولوجيا. مش عيب ابدا ان انت تستفاد من الخبرات الاجنبيه عشان تطور من ادائك، وتبعت الخبرات والقيادات المصريه تاخد خبره من بره وتجيبها تنفذها في مصر. لازم يكون الفكر منفتح، لان انت مش عايش في منفصل عن الكون، انت بالعكس انت عربيتك دي كلها مستورده، فاذا انت لازم تشوف الناس دي بتسال. دي نمره واحد. نمره اتنين، مصر ما فيهاش المصانع اللي ممكن توفي بالصلاحيه ونسب الامان الدوليه للسياره، بمعنى حتى السبائك اللي بتصنع منها السياره، الموتور نفسه، ودي اصعب جزء في عربيه وحاجات زي كده، احنا لسه ما عندكش الخامه والسبائك والاستنباط اللي ممكن تصنع موتور عربيه مصريه 100%. لكن انا اللي انا بقوله لحضرتك، ما ينفعش تطلع من 40 45% نسبه انتاج محلي ل 100%. لازم يكون في خط موازي، خط مكتوب، مش عشان وزير اتغير يجي التاني يبتدي من اول وجديد، من اول السطر نقطع الورقه القديمه ونفتح صفحه جديده. وده اللي حصل، تعاقب الحكومات وتعاقب الوزراء في الفتره الاخيره بطريقه مرعبه، خلت كل الشركات وكل القيادات تتراجع، لان بيجي وزير عنده فكر يقول لك لا القبليه ده ما فهمش حاجه، انا هبتدي من اول وجديد. وده غلط. ليه ما بيقولش انا هستمر، او لو في سلبيات اصلحها، لو في ايجابيات احافظ عليها؟ وده للاسف احنا لازم نبص له شويه. انا يعني المسؤولين طبعا والقيادات السياديه والقيادات السياسيه في مصر لازم تبقى باصه اللي بتجيب وزير، ما بتجيبش وزير اما انت ايه اسأت اختيار اللي فات قوي للدرجه دي. هل هو كان زيرو معلومات؟ هل هو كان جاي من كوكب تاني؟ اكيد ليه ايجابيات وليه سلبيات. ما انت مش ممكن تكون جبت وزير بعد ما استحصيت عنه وسالت عليه واخترته المفروض بدقه، اخطا فانت غيرته وعنده سلبيات فانت هتجيب واحد احسن منه، لكن ما جبتش واحد زيرو معلومات. يعني ما جبتش واحد وزير صحة هو أصلا مهندس مثلا، فاهم؟ أنت بتجيب الوزير في مجاله المفروض. فاستيراد الخبرات واستيراد، أنا بقول عليها استيراد لأنها فعلا لازم تستوردها، هي حاجة مش عينية تمسكها بإيدك، لكن هي حاجة فكرية وده الأهم. أنت دلوقتي عندك الإنترنت وعندك السوشيال ميديا، إحنا منفتحين على العالم جدا، ممكن تقارن أنت وصلت لغاية فين. مش عيب تقول لا أنا عندي خصوم في 1 2 3 4، طب نشوف المانيا، نشوف ايطاليا، نشوف الناس دي سبقونا ازاي ونحاول نوصل لهم. تمام. طب حكينا هناخد برضه القصه بتاعت القرارات اللي طلعها وزير التجاره والصناعه مؤخرا اللي هي متعلق بقرار رقم 43 اللي هو متعلق بحجم الاستيراد ومنع الاستيراد بعض السلع. هل ده كان ليه تاثير على سوق السيارات ولا كان باين عليكم كنت منع؟ لا، اصل هو ما طلعش قرار انه ممنوع استيراد السيارات يعني، لكن السلع طبعا لو انا بتكلم بقى قاعده مجلس اداره في الغرفه التجاريه في الجيزه، طبعا هي ليها مردود سلبي جدا في بعض السلع، وموضوع ايجابي يعني برضه في ناس اتبسطت فيها ان اللي بينتجها في مصر السوق بتاعه اتفتح شويه، عن لان ما بقاش فيه منافس اجنبي. قطع الغيار، الغيار بتاع السيارات دي هل انطبق عليها القرارات ده ولا برضه بعيد عنه؟ لا بعيد عنه. يعني كسيارات يعني الصناعات المغذيه في مصر لو انت قارنتها، صناعه تجميع العربيات في مصر من 14 يمكن او 18 مصنع تجميع، لكن تقدر تقول الافات في الصناعات المغذيه للسيارات. حتى دخلنا للاتجاه اخر وهو السيارات اللي هي سنه الصنع والاستيراد من دول الخليج، اللي هي النهارده موديلها 2016 هنشتريها 2015 من بره، تبقى في بعض القيود في الجمارك ودخول السياره للسوق المصري، في حين السيارات يكون اقل او اخف شويه للمواطن المصري من سعر الموديل الزيرو اللي هو سنه. بس يعني انا شايف الهدف من القصه دي صناعه الصناعه المحليه او التجميع المحلي في مصر. لو انت بتجمع عربيه سعرها وقف مثلا الانسان ب 100,000 جنيه منتج محلي خلاص بدون ذكر انواع،
لو لقيت ان انت تقدر تستوردها من الخليج مستعمله وتقف عليك ب 80 90، هتلاقي كل الناس اقبلت على شراء المستعمل من بره، وبالتالي الصناعه المحليه عندك هتتاثر. بجمع مش بصنع يعني التجميع يعني. يعني هل في دوره الكود دي تقدر تخففها كتعرف الجمركيه وكده؟ ولا لو فتحتها انا عن نفسي كعمر اتمنى ان يكون السوق مفتوح، ويكون عند المستهلك الباب قدامه مفتوح، عايز تختار الانتاج المحلي، عايز تستورد عربيه ليك مستعمله او جديده من بره، ده يا ريت. لان انا شايف ان مردود انك هتقدر تحسن من كفاءتك قوي، هيبقى حافز ليك. لا ده لازم اشد حيلي قوي علشان اقدر ابيع عربيتي في مصر، بدل ما كل شويه واحد يقول لك لا اجيب المستورده اجيب المستورده. واحنا خصوصا المصريين بالطبيعيه كده عندنا عقده الخواجع يعني، دي احنا بنحب اي حاجه تقول لك دي مستورده لمصر لا اجيب المستورده. طيب للاسف يعني حاجه تمثل مولود جسمك المستهلك. انا سبته من زمان، بس يعني كنت منتمي ليه لفتره طويله. طيب حاكم في العالم بتاع السيارات برضه خدمه بعد البيع في قطاع السيارات، خدمه بعد البيع في مخاطر كتير جدا عليها، من سعر ارتفاع اسعارها، السلع المقدمه ليها او مستويات الانتاج بتاعتها، في لغط مضايق ولا كتير. لا خدمه بعد البيع حضرتك بتتكلم على البيع ولا خدمه بعد البيع اللي تقصد الصيانة؟ الصيانه بتبعيه احنا عندنا في مصر الكفاءات كويسه جدا، بس المتابعه والاختبارات فيها قصور شويه. يعني تاخد نفس المهندس المصري او العامل المصري حطه هو ده، شيله كده حطه في طياره حطه في المانيا، هتلاقيه من احسن العمال عندهم. ليه؟ لانه عليه رقابه وعليه جزاءات وعليه ثوابه ومن خطأه، في جهات رقابيه وفي حاجه اسمها كواليتي كنترول عالي جدا. لكن انت مهندس هنا ان شاء الله، طب انا هستاذن، طب مين هيمضي لي مكاني، طب انا لو ما جيتش بكره والنبي غطي عليا، اصل اعرف المدير فمش هيراجع عليا. لا ده محمد شاطر فخلاص يبقى انتاجه كويس قوي وخلاص، مش مهم اعمل كواليتي كنترول عليه قوي. انا مش بعمم، بس انا بقول لك قصور، وبالتالي بيبقى في العربيات المصري عليها دايما مشاكل في بعض الاوقات من التصنيع، عيب صناعه مصريه. الكواليتي كنترول عندنا محتاجه شويه نظره ادق شويه. الحاجه اللي كنت عايز اتكلم فيها الاسعار السنه دي، هل توقع ان في رؤيه ليها على اخر العام في مدينه الجديده تربطها في شهر 6 او 7 السنه الجديده اللي عندكم؟ اعتقد كده لحد ما الوقت. هل في تقارب بترتفع اسعارها مقارنه بهذا العام؟ ما هو لو الدولار طلع او اليورو الاسعار هتطلع. يعني ده احنا لا نقطه لنا ولا جمل فيها. طب ده مش هيأثر على البعض؟ هيأثر، بقول لك يعني لو مشينا بالمعدل اللي احنا سعر العمله مش ثابت وفي ازدياد سعر العمله او يعني نقص قيمه الجنيه المصري او ضعف قيمه الجنيه المصري، اعتقد ان احنا حتى ال 250 الف عربيه اللي احنا كنا نامل ان احنا نحققها في 2016 جايز نوصل لاوائل الميتينات يعني.